وفي هانوي عاصمة فيتنام أصبح بإمكانك اليوم تناول برجر كورونا، الشطيرة التي تقدم إلى حد ما بشكل الوباء القاتل الذي ظهر للمرة الأولى في أواخر كانون الأول في مدينة ووهان الصينية، وهي من اختيار هوانغ تونغ صاحب مطعم هانوي بيتزا الذي قرر إضافتها إلى لائحة الطعام الخاصة بمطعمه بعد أن اجتاح الوباء العالم أجمع.